انطلقت فعاليات أولى مسابقة بطولة مصر الـ 19 للروبوت فيرست ليجو ليج للفئة العمرية من سن 4 سنين لغاية 6 سنين، واللي بيتم تدشينها ورعايتها بمكتبة الأسكندرية، وبيشارك في المسابقة 50 مؤسسة ومركز ومدارس متخصصة في هذا المجال من 18 محافظة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الأسكندرية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. يا اهلا يا باشمهندسه. في البدايه لو حضرتك توضح لنا فكره المسابقه وابرز الفعاليات اللي فيها. الحقيقه مكتبه اسكندريه بتنظم مسابقات الروبوت في مصر من حوالي 19 سنه وخصوصا مسابقات فيرست. هي مسابقات بتبقى على مستوى عالمي، بتقوم بتنظيمها كل الدول تقريبا، يعني كل الدول. فبتبقى التارجت ايج او الفئه العمريه اللي احنا بنحاول ان احنا نشتغل معاها هي من سن 4 سنوات لغايه 20 سنة. وكل سن ليه مسابقه معينه، يعني مش كل الاعمار بيدخلوا نفس المسابقات، بس كلها تحت المظله بتاعه فيرست. فيوم 28 يناير كانت عندنا مسابقه فيرست ليجو ليج ديسكفر، ودي بتارجت السن من 4 ل 6 سنوات. اشترك معانا 120 فريق من 50 مؤسسة من كل محافظات مصر تقريبا. وكانت الفعاليات في مكتبة الأسكندرية، بينظمها مركز القبة السماوية العلمي. عندنا إن شاء الله بداية من النهاردة لمدة 3 أيام الفيرست ليجو ليج اكسبلور، وده للسن من 6 سنوات ل10 سنوات. وعندنا برضو عدد فرق حوالي 300 فريق. وإن شاء الله يوم 7 فبراير هتبقى المسابقة بتاعت السن الأكبر، وده هتقوم برضو في بحس إن إحنا نبقى كده غطينا كل الفئات العمرية من سن 4 سنين لحد 20 سنة. بالظبط كده، بالظبط. وكل سنة بيبقى فيه موضوع معين أو ثيم معين للمسابقة. السنة دي بيتكلم عن الماستر بيس، أو هم يعني عن الفنون والتكنولوجيا، إزاي هنقدر ننشر الفنون من خلال استخدام التكنولوجيا وطبعا الـ AI أو الذكاء الاصطناعي وكل الحاجات اللي هي ممكن تساعد في نشر الفنون. طب باشمهندسة هناء، أنا عايزة بس من الأول كده نفهم مع بعض، من اسم المسابقة فيرست ليجو ليج، هو الأولاد بيبنوا روبوتات بالليجو بالمكعبات، أنا فاهمة صح؟ بالظبط كده. هي بتبقى حقائب علمية أو كيتس ليجو هي بتطلعها لكل مسابقة ولكل فئة عمرية. الولاد بتعمل ديزاين للروبوت عن طريق الليجو، لكن كمان بيعملوا بروجرامينج، يعني بيعملوا بروجرامينج وكودينج وبيستخدموا طبعا. يعني ايه بقى طفل عنده 4 سنين بيعمل كودينج وبروجرامينج؟ فاهمين؟ ما هو ده بقى التحدي، هو مش بس بيعمل كودينج وبروجرامينج. طبعا البرامج بتبقى مبسطة جدا للولاد، مجرد ان هو يقعد على الكمبيوتر، ويعني بنعرفه ان هو ازاي يقدر يفتح الكمبيوتر ويشتغل على برنامج بسيط جدا. طبعا من 4 سنين ده بيبقى بسيط، بس الفكرة ان انت ده اسمه ديزاين وده اسمه كودينج وده ميكانيكا. يعني الولد بيبدأ يفتح دماغه ازاي هو يقدر يشتغل في يكون روبوت ويعمل بروجرامينج. دي طبعا ستيبس بتبقى طبعا ضعيفة، مش زي الولاد اللي اكبر بيستخدموها. وكل ما بنكبر في السن كل ما البروجرام بيبقى معقد اكتر وصعب اكتر، بس هم ابهرونا الحقيقه الاولاد. طب انتوا ايه المعايير اصلا اللي بتحكموا عليها؟ يعني هل الديزاين او تصميم الروبوت نفسه بتحكمه ازاي؟ هم الولاد بيعدوا على كذا لجنه، هو لجنه الديزاين، يعني بيبصوا على شكل الروبوت وشكل هم السن الصغير ما بيعملوش روبوت كروبوت. هي في مشكله بتبقى اللي هي بتاعه الفنون مثلا السنه دي، هي احنا ازاي ننشر الفنون عن طريق استخدام التكنولوجيا. فالولاد بيعملوا سيرش، بيعملوا الاول بحث، بيطلعوا منه ايه هي الحلول، بتتكتب على لوحه عرض، بيبنوا بالليجو زي ديزاين بسيط قوي لروبوت بسيط. وبعدين بيعملوا بروجرامنج عشان يحركوه. بيعدي عليهم محكمين، طبعا بياخدوا تدريب معين لانه مش السن ده لازم يتعامل معاه بطريقه مختلفه. فالمحكمين بنمرنهم الاول، يدخلوا يحكموا الولاد، بيشوفوا شكل اللوحه اللي هم عاملينها، البحث، طريقه عرضهم، التيم ورك، لانه هو كل فريق فيه حوالي 6 اولاد. فانت ازاي منهم اعمار مختلفه الست اولاد دول؟ اللي هم من 4 ل 6 سنين، اللي هو السن من 4 ل 6 مثلا. فهم المجموعه بيبقى فيها اعمار مختلفه، كل واحد ازاي يطلع في ميعاده ويقدم البروجكت بتاعه، ويبقى فيه بينهم تيم ورك. فكل ده بيتقيم.
لكن في الاخر السن الصغير كلهم بنديهم جوائز، لان هم كل ان هم اشتركوا ووصلوا للمرحله ان هم يعرضوا قدام محكمين، فده بالنسبه لنا كافي قوي، وكلهم بنكرمهم لانهم كلهم كسبانين. السن الاكبر شويه بقى هو اللي بيبقى فيه تحديات بقى، اللي هو طبعا الديزاين بتاع الروبوت بيبقى التحكيم بيبقى اكتر صرامه، يعني ان هو لازم الروبوت يتحرك ويعمل ميشن معينه ويبقى البرزنتيشن بس دكتور صعب قوي، يعني طفل عنده 10 سنين هيعرف يعمل روبوت بيتحرك؟ لا بيعرفوا، لا من زمان كمان هم الولاد بتعرف يعني بعد التدريبات وكده، لا بيعرفوا الحقيقه. السن 4 سنين هم ابهرونا امبارح بالبرزنتيشن سكيلز بتاعتهم، وبان هم واثقين من نفسهم وعارفين يقدموا. في الاول خالص كنا متخوفين شويه ان احنا نشتغل مع السن ده بالذات في مجال الروبوت، بس لا هم الولاد لما بيلاقوا تدريب كويس بيقدروا تقدر يطلع منهم احسن حاجه طبعا. فالنهارده ان شاء الله وبكره وبعده للسن الاكبر شويه اللي هو من 6 ل 10 سنوات، و7 فبراير ان شاء الله للاعمار الاكبر. نشكرك المهندسه هناء حسني مدير مركز القبه السماويه العلمي بمكتبه الاسكندريه، كل الشكر ليكي.